وأيضا لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عمان الأستاذ مصطفى ريالات رئيس التحرير لصحيفة الدستور الأردنية. أهلا بك أستاذ مصطفى على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني بداية، تضامن أردني مصري حول رفض التهجير، كيف تقرأ ما ذكره العاهل الأردني حول هذا الأمر؟ اولا مساء الخير، وما عبر عنه جلاله الملك عبد الله الثاني في تغريده شخصيه على حسابه الشخصي قبل قليل بالوقوف والتاكيد على ان الموقف الاردني والمصري من جهه تصفيه القضيه الفلسطينيه ورفض التهجير للاهل والاشقاء في فلسطين سواء في غزه او من الضفه الغربيه هو موقف اردني متطابق وموحد وخندق واحد يجمع الأردن ومصر في مواجهة والحفاظ وخط الدفاع الأول اليوم عن القضية الفلسطينية وتصفيتها. الرئيس السيسي وما عبر عنه من تصريحات اليوم وبالأيام الماضية هي تصريحات تجسد عروبة ونزاهة الموقف المصري الكبير والعظيم تجاه القضية الفلسطينية، والذي من شأنه أن يساند الموقف الأردني أيضا الذي يتقاطع مع الموقف المصري في رفض ما يسمى بالتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية. وهذا كما ذكره الملك عبد الله الثاني سيجسده التاريخ وسيذكر بحروف من نور هذا الموقف العظيم والكبير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري العظيم. نعم أستاذ مصطفى، يعني موقف أردني مصري وموقف مصري أردني مشترك يخلده التاريخ ولقاءات متعددة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني منذ 7 أكتوبر، كيف تقيم هذا الموقف المشترك؟ يعني حقيقة هذا الموقف وهذا التنسيق الكبير، وأمس كان جلالة الملك في القاهرة، التواصل المستمر ليس قبل 7 أكتوبر وليس ما بعد 7 أكتوبر وإنما من قبل، هناك تجسيد لموقف موحد أردني مصري تجاه القضايا العربية المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. تم التعبير عنه بكثير من المواقف، وقد لاحظنا وشاهدنا أمام العالم جلالة الملك عبد الله الثاني في ألمانيا عندما تحدث بلسان مصر وأعلن بأن مصر ترفض التهجير مثلما الأردن يرفض التهجير، وثم أيضا الرئيس السيسي عندما تحدث وخاطب العالم خلال الأيام الماضية وقال بأن الأردن تحدث باسم الأردن. هذا علاقة لا يمكن أن توصف بالنموذجية، هي ترتقي إلى أبعد من النموذجية وأبعد من الأخوة في هذه المتانة وفي هذا التوحد الصلب والصوت العربي الموحد الذي نطمح له كمصريين وكأردنيين في مواجهة المخططات وأحلام الصهيونية لجهة تصفية القضية الفلسطينية. نعم، كل الشكر لك أستاذ مصطفى ريالات رئيس تحرير صحيفة الدستور الأردنية، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.